بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده ضيف عزيز مشرفنا من السودان الشقيق، اهلا وسهلا بيك. يا مرحبا. في البدايه بس احب اسالك كده، انت عرفت عننا ازاي؟ عبر اليوتيوب وال كده السوشيال ميديا. تمام. يعني شفت الشغل كتير والناس كلها راضيه عن الشغل. طيب، وحتى الان ايه رايك في مستوى المستشفى والانتقالات؟ جميل جدا، ومن المطار السباق كان جميل، والغرفة حلوة، الناس كلها مدعومة والخدمات جميلة. طيب الحمد لله. احنا حالتنا عنده تسدي من الدرجة الثانية، زي ما حضراتكم شايفين هنا في بروز واضح وزيادة في حجم الغدد على الناحية اليمين، وزيادة اكتر في الغدد على الناحية الشمال، في كمان زيادة في جوانب الصدر هنا بدرجة طفيفة، يمكن هنا بارزة اكتر. ان شاء الله هنشفط الدهون بالكامل وهنستقصد الغدد اللبنية طبعا ان شاء الله في الفيديو الثاني، واحنا بنشفط الدهون واحنا بنطلع الغدد وهنشوف الشكل النهائي عامل ازاي. رجعنا لكم تاني، احنا خلاص خلصنا شفط الدهون من الصدر اليمين والشمال، نقدر نشوف كده سمك طبقه الجلد فوق هنا بقت رقيقه جدا على الناحيتين، ومن فوق ومن تحت كمان زي ما نمسك كده الدهون بقى سمك طبقه الجلد رقيقه جدا على الناحيتين. مش فاضل بس غير البروز اللي هو اسفل الهاله البنيه، هو ده اللي فيه الغدد. هنفتح دلوقتي ونستقصر الغدد اللبنيه الضخمه اللي موجوده ورا الهاله البنيه. هرجع لكم فيديو اخير في الشكل النهائي للثدي عامل ازاي والدهون والغدد اللبنيه. رجعنا لحضراتكم، ده الفيديو الاخير بعد ما شفطنا الدهون بالكامل على الناحيتين واستقصرنا الغدد اللبنيه. زي ما حضراتكم شايفين الصدر بقى مستواه مفرود تماما، بقى سمك الجلد رقيق جدا، خلاص الكتله اللي كنا ماسكينها بايدينا قبل ما نشيل الغدد اتشالت تماما. نعمل فتحه تجميليه تحت وتخيط خياطه تجميليه تكاد لا ترى بالعين بعد كده من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. ده شكل الصدر وده المستوى بتاعه. دي الغدد اللبنيه المتضخمه، دي الناحية الشمال ان هي كانت اكبر حجما، وديت الناحية اليمين، وده 1000 جرام من الدهون، كيلو تقريبا من الدهون شفطناها من الناحيتين. ده حالة شرفنا من مدينة نهر النيل في السودان الشقيق. اتمنى الحلقة عجبتكم واشوفكم على خير.